عادل إمام فنان. الإصبع فين؟ لا أنا أقول لحضرتك. لا ما أنا عاوزة بس إن عشان يقدر يا يرفعوها يا ينزلوا. لا أنا هنزله ليه؟ هو أولا فنان عمل أعمال فنية ولا ننسى إن إحنا كنا في الشباب يعني مدرسة المشاغبين وكذا وشاهد ما شافش حاجة والحاجات دي. عفوا يعني أنت هاجمت العيال كبرت. لا هو زمان ليه بقى حضرتك؟ لأنه كنت أنظر لبعيد أن مسرحية العيال كبرت يعني كان فيها ألفاظ لا تتناسب مع ما تربينا عليه من احترام الأب. من احترام الأب يعني ما كان المرحوم سعيد صالح يقول لأبويا رمضان ورمضان جانا استهزاء يعني. أنا ما تربينا لأني راجل ريفي خلي بالك وأنا راجل شعبي. الشخصية اللي بعدها عمرو دياب. لا لا أعلم عنه شيء غير أنه بيغني. إنما في حد معلوماتي ما في يعني أشياء سلبية ناحيته يعني. تسمع له أغنيته؟ لا 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 ما بتعرفش ولا أغنية لعمرو دياب؟ لا أنا أسمع لفيروز فقط. أنا أصرحك يعني أنا لا أسمع إلا لفيروز. طيب الشخصية اللي بعدها هو الشيخ خالد الجندي. صح. طبعا أولا هو داعية ولا أنكر أنه بيحاول يعني يجتهد. كان بينه وبينه خلاف في قضية. ليه استخدمت كلمة شو حاول؟ لأن حضرتك المجتهد في زماننا مش لأي إنسان. المجتهد له ضوابط وله قواعد. فالشيخ خالد الجندي طبعا بلا شك هو زميل في الدعوة. وعلى فكرة كما قلت لك الدكتور سعد الهلالي له مكرمة علي أفجر لك مفاجأة. وهي والشيخ خالد الجندي له معروف علي. شخصية ما قبل الأخيرة آمنة نصر. زميلتي أشعر بزمالتها في جامعة الأزهر. سيدتي سأقول شيئا ولعل الغير يقتدي بي. أنا ذكرت لك مكرمة للدكتور سعد الدين الهلالي علي ثم ذكرت لك معروفا للشيخ خالد الجندي. على فكرة سعادة الدكتورة أمن نصير لها معروف علي برضو. أكشف لك سر أنا قد أختلف معها في قضايا بعض قضايا المرأة خاصة في يجوز للمرأة أن تتجوز يعني. إنما سيدتي حينما أقدمت جماعة الإخوان على حرق السيارات الشعبية التي اشتريتها بالتقسيط وتم إحراقها سنة 2014 في محل إقامتي في جنوب محافظة الجيزة بمصر ظللت زهاء سنة ونصف بدون سيارة وعانيت أشد المعاناة في المواصلات. تقابلنا مرة في ندوة على ما أذكر أو مؤتمر فقالت لي ما فعلت في السيارة؟ هل الدولة عوضتك؟ قلت لها لا. قالت إن شاء الله يكون في فرج. المهم أن رجل الأعمال صديق المستشار ابن السيدة الأستاذة الدكتورة أمنة نصير بسببه أهديت إلي سيارة شعبية وهي التي معي إلى الآن. تعويض عن السيارة اللي اتحرقت. هل بالله عليك قيمنا؟ شوف أنا ذكرت لك الثلاثة أختلف معهم في قضايا علمية وفكرية. أستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي فضيلة الشيخ خالد الجندي والأستاذة الدكتورة أمنة نصير. ولا أنسى لها أن هي السبب الأول في إنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الأسكندرية. دكتور هذه الصفات اللي ذكرت لها الأشخاص الثلاثة اللي وقفوا إلى جنبك وكان عندهم مواقف داعمة لإلك. نعم. لسه بتديك برضو قوة لو كان في رأي مغاير أو مختلف لرأيهم بتقوله بصراحة؟ نعم. ولا لا 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 أقوله. أنا التقيت مع فضل ولا فضل لا 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 يلجم وقفتهم لساني جنبك يعني. لا لا يلجم لساني. التقيت في شيء عن نقل الأعضاء مع الدكتور سعد الهلالي في إحدى القنوات الفضائية على مائدة واحدة وخالفته.